منظمة العفو الدولية لسه مطلعة تقرير مخليها الرئيس زيلينسكي معترض اعتراض كبير جدا. كان التقرير وهو ان العفو الدولية بتدين الجيش الاوكراني في الحرب الروسية الاوكرانية. ازاي بقى؟ منظمة العفو الدولية لقت ادلة كتيرة بتثبت ان الجيش الاوكراني عمال بيحط القواعد العسكرية بتاعته وانظمة الصواريخ اللي هو بيستخدمها في وسط البيوت الاوكرانية ووسط الشعب الاوكراني. ايه علاقة الكلام ده بقى بالحرب الصينية التايوانية؟ العلاقة كبيرة جدا، وزي ما قلنا ان الحرب الروسية الاوكرانية كانت ليها دروس مستفادة كتير جدا بالنسبة لكل دول العالم في تلك الحرب، منها على سبيل المثال المواجهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ما بين الصين تجاه تايوان. الصين النهاردة بتعمل اكبر مناورات عسكرية ممكنة، حشد ما يقرب من 100 طائرة عسكرية، ما يقرب من 10 مدمرات وفرقاطات، بتعلن عن صواريخ متوسطة المدى بتعدي 2000 كيلو وبتسبق سرعة الصوت، منها 4 صواريخ عدت من فوق تايوان وعدت الناحية التانية، وخمس صواريخ نزلت في المنطقة الاقتصادية اليابانية. إذن الموضوع مشتعل على أقصى درجة. ولكن هنا عندنا دلوقتي تعقيد الأمر في حاجتين اتنين، وهو اللي هيسبب ممكن في حرب ما بين الصين وأمريكا بشكل كبير جدا. يعني حضرتك النهاردة رغم أن أمريكا بتقول إحنا مستغربين الصين هي متضايقة قوي كده ليه، الموضوع ما كانش له لازمة لكل ده، إحنا بنعترف يا جماعة بالصين الواحدة وإن تايوان هي جزء لا يتجزأ أبدا من الصين. ولكن في نفس الوقت معروف ان امريكا عمالة بتمول في تايوان بالاسلحة بشكل كبير جدا. هيحصل مواجهة عسكرية ان اجلا او عاجلا ما بين الصين وامريكا، لان الموضوع اكبر بكتير من تايوان. السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم، واهلا وسهلا بيكم في القناة. زي ما بقول لحضراتكم ان الحرب هتحصل عند تايوان، ولكن الموضوع هو اكبر من تايوان. بمعنى ايه؟ ان الحرب الروسية الاوكرانية، ولما نتكلم عن الصين وتايوان لازم نتكلم عن الحرب الروسية الاوكرانية، رغم ان الاتنين ما لهمش علاقة ببعض، ورغم اني وضحت لحضراتكم قبل كده في الفيديو اللي فات ان في فرق ما بين الحرب ما بين الصين وتايوان والفرق ما بين روسيا واوكرانيا، ورغم اني وضحت برضو لحضراتكم في اخر فيديو ان لو الصين هجمت على تايوان ايه اللي ممكن يحصل وازاي العملية لازم تبقى خاطفة وتبقى سريعة والتكتيكات العسكرية اللي تحصل ازاي. ولكن في نفس الوقت الحرب دي مختلفة، كل الحروب الحالية هي عبارة عن حروب اقتصادية في الاساس. تايوان خدوا بالكم ما هياش لقمة سائغة. ما هو الموضوع يا جماعة ما بين معادلتين كبار جدا جدا. المعادلة الأولانية ان الصين علشان تهجم على تايوان هيبقى فيها خسائر كبيرة للجانب الصيني وللجانب التايواني، هتبقى خسائر كبيرة قوي قوي على فكرة. وفي نفس الوقت الصين لا يمكن تسمح لتايوان بالاستقلال، لان الصين لو سمحت لتايوان بالاستقلال فده معناها ان تايوان من تاني يوم هتقول لامريكا تعالوا نرد لكم الجميل والف الف شكر واعملوا قواعد عسكرية امريكية بتاعتكم هنا، وهتبقى القواعد العسكرية الامريكية على بعد 177 كيلو ما بينها وما بين الصين، اللي هو العرض بتاع او المسافة اللي ما بين جزيرة تايوان والصين. فبالتالي الصين لا يمكن اصلا تسمح بكده. الصين مخنوقة اساسا من التواجد العسكري الامريكي اللي موجود في الفلبين اللي هو على بعد 800 كيلو اصلا من الصين. موضوع معادلة كبيرة جدا وصعبة للغاية. فبالتالي الصين دايما بتقاوم التواجد العسكري الامريكي اللي موجود في منطقة بحر جنوب الصين. وفي نفس الوقت امريكا زي ما انتوا عارفين بيع يا جماعة لتايوان كمية اسلحة في الفترة الاخيرة بتقدر من 18 مليار دولار، ارقام كبيرة جدا، منها صواريخ ستينجر ومنها صواريخ باتريوت. فاذا عندنا تايوان بتركز دفاعاتها الاستراتيجية
اساسا في الاساس على انها تقاوم الصين. يعني احنا لو بصينا في الخريطه بتاعه تايوان مش هنلاقي يمكن ان تايوان حاطه ليها اي عدو غير الصين، في نفس الوقت ان الصين لا يمكن تسمح ابدا بالتواجد العسكري. وركز بقى ان الموضوع معقد ليه، رغم ان هو تداخل اقتصاد وعلاقات اقتصاديه قويه ما بين الصين وما بين امريكا في الاستيراد والتصدير، الا انه في نفس الوقت ايضا الموضوع عباره عن حرب اقتصاديه ما بينهم. بمعنى ان احنا عندنا منطقة بحر جنوب الصين، المنطقة دي يا جماعة عبارة عن كنز كبير جدا من الثروات الكبيرة قوي قوي قوي، وفيهم جزر كمان مليانة بالغاز ومليانة بالبترول ومليانة ثروات ومعادن غير عادية. فبالتالي امريكا عايزة تحط دايما تواجدها في المكان ده من خلال التواجد العسكري اللي يأمن مصالحها الاقتصادية، وفي نفس الوقت شايفة الصين ان ده مكاني. فبالتالي امريكا عمالة تعمل علاقات مع اندونيسيا، مع الفلبين، مع سنغافورة، وعمالة توجد لنفسها مصالح قوية جدا هناك، وبحيث انها بتبرم صفقات عسكرية كمان ومناورات مشتركة ما بين القوات الامريكية وما بين القوات سواء الفلبينية، الاندونيسية، سنغافورة، بتأمن مصالحها في المنطقة دي علشان تحاصر المقاومة الصينية والتواجد الصيني في المنطقة دي. ركز معايا حضرتك، الصين اخر مرة دخلت فيها في حرب بشكل عملي او بشكل فعلي كان من اواخر السبعينات سنة 1979 في الحرب مع فيتنام. كانت حرب وكانت كمان فيها خسائر على فكرة للصين، ولكن في نفس الوقت ده ما يمنعش ان قوة الصين كقوة كبيرة جدا. امريكا مقدرة كده كويس، وعلشان كده امريكا عمالة تدعم في تايوان. تايوان النهاردة عندها كمية صواريخ كبيرة جدا مضادة للسفن، وفي نفس الوقت عندها صواريخ مضادة للطائرات علشان تقاوم الغزو. بمعنى ايه؟ ان الصين هتهجم بقوتها العسكرية على تايوان، بس الدخول الشواطئ هيبقى صعب جدا. فبالتالي في قاعدة عندنا عسكرية كلاسيكية مهمة قوي، الا وهي علشان تهجم على مكان لازم بتكون بتهجم بنسبة 3 إلى 1. يعني لو افترضنا على سبيل المثال ان تايوان فيها حوالي 100,000 جندي مقاتل، ان هو المفروض هيبقى حوالين شواطئ تايوان، فالمفترض انك انت كصين تهجم بحوالي 300,000 من الجنود، و 300,000 من الجنود علشان يكونوا على سفن وان هم يتحركوا مسافة 177 كيلو، الموضوع مش سهل على فكرة، ولكن الحرب هتبقى قوية. ما تحسش ان انا عمال بلخبطك بجيب لك من الشرق وبجيب لك من الغرب، لان الموضوع معقد زي ما انا بكلم حضرتك من كده، وانا مش جاي بعقدها لك، ولكن ده انا كده ببسطه لك على الاخر. الحرب اللي ما بين امريكا وما بين الصين هي حرب باردة في الوقت الحالية، وهي حرب اقتصادية. تايوان من اكتر البلاد اللي هي بتنتج اشباه الموصلات. تايوان قيمة رأس مال مصانع وانتاج اشباه الموصلات 600 مليار دولار. ففي نفس الوقت الصين ما عندهاش استعداد انها تعمل عملية تدمير عسكري وتدمير شامل في تايوان، والصين مش عايزة تغلط وتخلي المجتمع الدولي يتهمها بقتل المدنيين وقتل الأرواح. وده السبب اللي خلاني ان انا اقول لك في اول الفيديو ان اوكرانيا استخدمت قواعد عسكرية ليها في قلب الشعب الاوكراني. فبالتالي تايوان مش هنستبعد انها تعمل عمليات دفاعية بالجيش بتاعها في قلب المواطنين هناك. فبالتالي الصين مش عايزة ان هي تخلي المجتمع الدولي يتهمها بكده. المجتمع الدولي كله والامم المتحدة معترف بالصين الواحدة بما فيهم امريكا نفسها، رغم ان امريكا عمالة بتمول وبتدي لتايوان، ورغم ان الرئيس الامريكي جو بايدن في شهر مايو اللي فات لما اتسأل ان لو تايوان تم الهجوم عليها من الصين حتدافعوا عنها عسكريا وقال نعم، الا ان في برضو مصالح اقتصادية بتحكم ما بين الصين وما بين امريكا في كده. ولكن الحرب الصينية الامريكية اللي موجودة هي حرب في الاساس حرب اقتصادية. الموضوع معقد بشكل كبير جدا ما بين امريكا وما بين الصين، في الاساس مصالح اقتصادية، وكمان ايضا التواجد والهيمنة العسكرية اللي امريكا عايزة تفرض هيمنتها العسكرية في المنطقة. امريكا النهاردة عندها اكتر من هدف،
الهدف الأولاني إن هي طبعا تستفز الجيش والسياسة الصينية بالتواجد ودعم في تايوان، وبالتالي إن أمريكا بتعزز وبتدعم من تحت لتحت إلى استقلال تايوان. أمريكا عايزة تايوان تستقل من هنا وتعمل قواعد عسكرية وتفرض هيمنة عسكرية هناك في تايوان. أمريكا عمالة بتسيطر نفسها في بحر جنوب الصين، وبحر جنوب الصين هو المعادلة القوية والكبيرة جدا وكلمة السر في الصراع اللي ما بين الصين وأمريكا، لأنه مليان بالثروات الكبيرة جدا. ولكن في نفس الوقت الصين دلوقتي مدركة لكل اللي بيحصل ده، لذلك الصين بتقوم بأكبر تدريبات عسكرية حصلت قبل كده. الصين بتكشر عن أنيابها أمام أمريكا. الصين مش هتسمح بالتواجد العسكري الأمريكي، ولكن إذا تصاعد الأمر أكتر من كده ما استبعدش إن ممكن تحصل مواجهة عسكرية في منطقة بحر جنوب الصين أو المنطقة اللي هي عند تايوان. إما كانتش مواجهة عسكرية مباشرة بين أمريكا والصين، فمن المؤكد إنها هتكون حرب بالوكالة. أمريكا بصراحة شغالة في الفترة الحالية حروب بالوكالة، زي ما هي اشتغلت حرب بالوكالة أمام روسيا بأوكرانيا، فهي شغالة في الفترة الحالية حرب بالوكالة أمام الصين بواسطة تايوان. والموضوع مش مقتصر بس على الديمقراطيين، بل إن أيضا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا كان بيدعم التواجد العسكري ويدعم تايوان في المنطقة دي. الموضوع موضوع سياسة أمريكية كاملة. أتمنى أن المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على المشاهدة. السلام عليكم.